كما ترون وصل إلينا كونتينر به عدد كبير من الشهداء، بعضهم يعني مكتمل الجسد وبعض أشلاء، لكن الأشلاء يعني قد تحللت وبعض الأجسام قد تحللت. داخل الكونتينر الوضع سيء جدا، الرائحة لا تطاق. هم وصلوا من عبر معبر صوفا، وتم إبلاغنا عبر وكالة الأمم المتحدة أنه سيصل لكم عدد من الشهداء، وأنتم ترون هذا هو الكونتينر وبه عدد من الشهداء. لا نعلم العدد، يقال أنه 80، لكن نحن لم نستطع العد بسبب قوة الرائحة وعدم استطاعة الطواقم الطبية التعامل في هذا المكان، وخوفا على انتشار الأمراض في داخل هذا الحي. Beep, 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 beep.